بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. لعيبة الزمالك اللي شاركوا في مباراة اتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية شاركوا في تدريبات استشفائية، وتوجه باقي اللاعبين إلى ملعب عقاز لأداء الميران تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وده استعدادا للقاء الشباب السعودي اللي هيكون يوم الاثنين على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. مجلس إدارة النادي المصري قرر تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مدير فني لقطاع الناشئين والبراعم ومستشار فني لرئيس مجلس الإدارة، وده بعد انتهاء مهمته كمدير فني للفريق الأول عقب نهاية الموسم. المسؤولين في نادي الزد أنهوا التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى الأهلي على سبيل البيع النهائي لمدة 3 مواسم قادمة من أجل تقديم أو تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز في الموسم المقبل. لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت التعاقد مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق لمدة 2 موسم. المنتخب المصري لناشئات الاسكواش توج ببطولة العالم للفرق التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية، وده بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0 ليحصد الفراعنة البطولة 10 والثامنة على التوالي في تاريخ المسابقة. نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أعلن عن تعاقده مع الهداف الأورجواياني أديسون كافاني في صفقة مجانية، وده من خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن فسح عقده مع ناديه السابق فالنسيا الإسبانية. فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد اتعادل مع هال سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1 في المواجهة الودية اللي جمعتهم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024. فريق نابولي الإيطالي حقق فوز كبير على نظيره هاتاي سبور التركي 4-0 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة علشان نكمل معكم باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. بشكرك دينا، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.